كرة أمامية، سلام أمام المرمى، الله يطلب التبديل. من بدل الأجواء؟ من سجل الهدف؟ ديوب يعلن عن تقدم الظفرة. الظفرة طول عمره مشكلة، الظفرة طول عمره يتعب الجزراوية. ديوب يسجل، يطلب التبديل بعد انفراد جميل للقنبلة الظفراوية. مخج ديوب يعلن من خلاله عن تقدم الظفرة، قاتل وتفانى ومن ثم سجل فطالب بالتبديل. حينما سجل شايف ديوب عمل السبرنت السريع، فتح المساحة، اعلن عن التقدم وقال لهم بدلوا، لانه هو بدل الاجواء وبدل بالتقدم الظفراوي الان بهدف مقابل شيء. الظفرة صعب صعب الميراث، عيال الغربية يتقدمون الان باول اهداف المباراة. ديوب يترك ارضية الملعب مصاب، الف سلامة ان شاء الله. طالب ميركو فيزنيتش، والهدف رقم 20 في دورينا ميركو. عاد الجزيرة للمباراة وسجل عن طريق ميركو فيزنيتش. فوجي هداف دورينا بالهدف رقم 20 يعلن عن عودة الجزيرة للمباراة. من ركلة جزاء ومن نقطة جزاء يعود الجزراوي ويسجل هدف التعادل الآن على يسار حارس المرمى عبد الله سلطان. الهدف رقم 46. خشمك خشمك وخلاص. هذه زوجته ولحظة رصيدة لي 18 نقطة. محمد حسين خوري، محمد حسين تقدم، ترى لعيب ومهاري. محمد حسين يا سلام، سواها ولدهم، سواها عاشق رونالدو، سواها من سجل في مرمى الأكاديمية الجزراوية وهو ابن أكاديمية الجزيرة. محمد حسين خوري بأقوى رج، بهدف مهاري، بهدف اعتباري، بهدف رائع جدا لنجم قادم في كرة الإمارات. ما أقصاه من رد، ما أقصاه من رد. هنا يسجل للظفرة بهدف مهاري بل هدف اعتباري. هنا يقول أنا كنت مفروض أكون معاهم لكن أنت اللي سجلت في مرماهم. الله عليك يا خوري، الله عليك يا محمد حسين. لعيب الولد من لمسته، من انطلاقته، من ابداعه، تحدثت عنه كثيرا لكن الهدف راح يتحدث عنه.